نرجع مشاهدينا لريلوكينج، ولكن هالمرة مع الميك اب ارتست ايفون حاتم كمان من صالون هير كورت. اهلا وسهلا فيكي. خير ولا كيفك اليوم؟ الحمد لله. اليوم رح تعملي لايف ديمونستريشن على حالك ايفون، ورح نشوف ميك اب خفيف وناعم ممكن تعمله العروس لنفسها بعد العرس. مزبوط صح. وعندك المستحضرات كلها جاهزه ورح تشتغلي على وجهك، وبنفس الوقت رح ناخذ شويه نصائح وتبس منك حول التحضيرات للعرس، كيف لازم تحضر حالها العروس، لشو بحاجه العروس انه تكون جاهزه بهالنهار. اوكي هلا رح انا وعم بشتغل رح خبرك شو لازم نعمل. اول شيء العروس لازم تجي لعنا قبل بوقت لحتى نحن نهتم ببشرتها، لانه قد كل ما كانت بشرتها نظيفه يعني بتهتم فيها وخاليه من المشاكل، كل ما كان الميك اب بيطلع احلى اكيد. هلا في ناس بيجوا لعنا بنعمل لهم اللي لازم انه نعمله، اللي هو الكوديكلا، اللي هو الماسكات والكريمات اللي لازم انه تستعملها. قد ايه قبل وقت هون عم نحكي؟ فيها قبل بشهر، ونحن بنعمل شيء اسمه كوديكلا قبل بنهار من العرس. اذا كان عندك كثير هو بيعطي نضاره للوجه. مزبوط مزبوط. اذا كان عندك كثير مشاكل ساعتها نحن بنقول انه لازم تروح عند حكيم جلد لحتى هو يعالج لها المشاكل اللي نحن ما بنقدر انه نعملها. اليوم انا عم بطلع بدون ميك اب لانه مثل ما بتعرفي من بعد العرس العروس بتكون كثير ستريسي، وبتكون مرقت بفتره مش هينه لنفسيتها ولا بشرتها. سو بتروح على الهونيمون بيكون ما لها جلاده تعمل ميك اب او ما بتعرف تعمل ميك اب، يمكن المكان اللي رايحه عليه ما بيتطلب انه يكون في ميك اب كثير على وجهها. صحيح. فانا رح اقول لها شو لازم يكون بالتروس تبع الميك اب اقل شيء لحتى صورها يطلعوا كثير حلوين كثير مرتبين، لانه هيدي سفره قد ما سافرتي ما رح تكون مثل سفره الهونيمون. يعني. اكيد. سو اول شيء لازم يكون مع اثنين فاونديشن لونين، واحد فاتح واحد غامق. نعم. مثل ما مديته على وجهي. انت بلشتي بالغامق؟ لا بنخلطهم مع بعضهم لانه اوقات يمكن يتغير لونها على الشمس، ممكن انه تكون بشرتها نهار تعبانه اكثر من نهار. سو هي بترجلج كيف لون الفاونديشن لازم يكون تيطلع ناتشرال. وفاونديشن رقيق بتصور اذا لفتره النهار. اكيد اكيد. بنرجع بنحط الكونسيلر لنخبي التعب تحت العين والهالات السوداء كلها، ودائما افتح من لون الفاونديشن، افتح بنقزه مزبوط من لون الفاونديشن تيعطيها اكلا، وبنمده بسبونج مثل ما انت عم تعملي 100%. هلا بنرجع وبنحط على الايلد على جفن العين كمان على كل العين. برجع بنجيب الباودر لحتى نثبت اكيد لونين باودر، افتح لتحت العين مزبوط، وبنرجع بنحط على كل الوجه البودر اغمق نقزه، ودائما بس بدنا نغمق بنغمق بالباودر ما بنغمق بالفاونديشن لانه بدنا ننتبه على الحروف تبع الوجه. نعم. حتى ما يعملوا فرق بين لون الوجه ولون الرقبه كمان. صحيح. هيدا ميك اب لنهار عم نعمله، هيدا ميك اب لنهار او حتى فيها بالليل، لانه هي بالليل ما رح تكون كتير قادرة انه تعمل هالفول ميك اب وقتها تكون هي مسافرة. نعم. بتكون عبالها انه تطلع ناتشورال، تطلع ناتشورال اكتر. وراح اعطيهم تيبس للناس اللي ما بتعرف تركب رموش اذا بدك. تقريبا كلنا. بالباودر بتحطي على الابونج، بتحطي على رموشي بدون ماسكارا. بدون ماسكارا اكيد. بنرجع نجيب الماسكارا. منا بحاجه لكن للرموش. اذا بدك ايه فيك. هلا في ناس بتحب انه تحط. انت اصلا عبايه اسم الله. انا ايه رموشي عبايه بس حط البودر ببينوا اكثر. بصير نوع من الغرافه عليهم بيسمكوا. مزبوط. وما بفوت بقلب العين ما بيأذي العين؟ لا لا ابدا ابدا، فيها هي بتغمض عينها وبتحط الباودر عليهم. نعم. بس هيدا الشيء ضروري العروس تعرف تعمله، هيدا المينيموم. انا عم بعمل المينيموم. وكل الصبايا والسيدات اللي بتوجهوا لعندك اكيد بيصالون هير بورت حتى يحصلوا على كل هالتريتمنت اكيد، كل هالنصايح وكل تقنيات الميك اب الجديده. صحيح. هلا رح احط برونزر شوي على الوجه لحتى اكون شوي برونزي، وبدي ارجع برونزر فينا نستعمله كبلش كمان. اكيد اكيد. وبدي ارجع. نعم. بعتذر منك ايفون عنا نقل مباشر. اوكي نرجع. اوكي.